حنايا ما زلنا مستمرين في معاركنا النضاليه تجسيدا للخطوات النضاليه المصدره من قبل التنسيق الوطني الاساسي للمتدربين، والقضيه بالاستمرار في المقاطعه الشامله وكذلك اشكال نضاليه تصعيديه لم يعهدها تاريخ المغرب، وذلك دفاعا عن الضغط العموميه وردا على سياسات لا مسؤوله من طرف رئيس الحكومه من خلال الحوارات التي كنا نامل ان تكون حوارات جاده، الا ان كانت حوارات لا مباليه من طرف رئيس الحكومه والذي نتج عنه تعنتهم للاستجابه للمطالب المشروعه لكل من الاساتذه المتدربين والاطراف الاخرى التي كانت جالسه في الحوار من بينهم المبادره وكذلك المسؤوليه عن النقابه، وحنا كنحملوا كامل المسؤوليه لما ستؤوله الاوضاع الى رئيس الحكومه إذا استمر في هذه سياسة اللامبالاة وسياسة التهديد. وكإخبار للرأي العام المحلي والدولي بأننا اليوم نجسد مقاطعة شاملة في جميع المراكز مع تسجيل محاصرة أمنية كثيفة لكل المراكز، محاولة منهم لكي يدخلوننا عنوة إلى المراكز، وهذا لن يتأتى إلا على جثتنا. اولا كما كنا في الاول، حنا النضال ديالنا ماشي نضال خبز من اجل الوظيفه ديالنا فقط، حنا نضال من اجل المدرسه العموميه، ونظن من الاول بان هاد المصومين غير صالحين للمدرسه العموميه وكيضربوا المدرسه العموميه عرض الحائط، وذلك حنا ماشي مشكل اننا نخسروا هاد العام ديالنا، ولكن المشكل ان ما تخسرش المدرسه العموميه وما يخسرش الشعب المغربي، وغيسجل علينا باننا فوج خان الشعب المغربي، وتحمل المسؤوليه كامل تبعيات ديال السياسه اللامسؤوله ديال هاد السياسه المسؤوله المتبعه في الملف ديالنا، وحنا كنحملوا جميع المسؤوليه اذا ما ستؤول الاوضاع. وكنقول بان لو كانت انه اعلنوا ان سنه بيضاء فنحن سوف نعلنها سنه سوداء، ونتحمل كامل المسؤوليه في هذا المصطلح سنه سوداء من النضال والتضحيات، ولو بصدع هذا اننا نبقوا جثث هامده في الشوارع وسالمين مسالمين من اجل المدرسه العموميه. اي برنامج غادي تحطو التنسيق الوطني للاساتذه المتدربين فاحنا غادي نستجبوا له، غادي نمشيو له، واللي غادي يكون العنوان ديالو هو التصعيد ثم التصعيد. يعني لحد الان حنا رانا غاديين في المسيره ديالنا في الاشكال النضاليه، وكاين اشكال نضاليه اخرى سوف نعلن عليها في وقتها، وهي عنوان صعيدي ردا على سياسه اللامبالاه ديال رئيس الحكومه، واللي اعترف البارحه باللسان ديالو بمشروعيه المطالب ديالنا. وهنايا كنقول ان رئيس الحكومه انه متناقض اولا مع نفسه، كيفاش انه كيعترف بان المطالب ديالنا مشروعه عادله في نفس الوقت انه كيزيد في سياسه القمع وكيزيد في سياسه الهروب والمناوره. يعني خصو يكون اولا مسؤول مع راسو، مسؤول مع الشعب المغربي. حنا هنايا ماشي في العناد واننا هنايا نؤدي القسم من اجل القسم وكذا، بل هنايا الشعب المغربي الشعب مسؤول، وكاين رئيس الحكومه خصو يكون رئيس حكومه مسؤول، صح صحيح والخطأ وخطأ، ويتحمل المسؤوليه ديالو ويكون له الجرأة بانه يعلن. ما فيها بس ان بنادم يخطئ، ولكن الان الباس وكل الباس ان بنادم انه يستانس في الخطأ ديالو ويتعنت وينتج عليه ضحايا ماشي غير ديال الاساتذه، بل ضحايا العائلات والاسر، وضحايا اكثر هو الشعب المغربي والمدرسه العموميه. وهذه المدرسه العموميه اذا وقعت فيها الخلل فاكيد ان الشعب المغربي وان الدول المغربي باختيارها يوقع لها الخلل. كنقولوا بان هذا الاقتراح هو اقتراح، يعني شنو نقولوا، هو اقتراح فقط للضحك على الذوق الاساتذه المتدربين، هو ليس اقتراح للمسؤول. هذا الاقتراح هو اولا كان من الاول، يعني من لم يقدم اي اضافه للمعركه. حنايا لا نساوم من اجل توظيفنا او كذا، نحن نقول وقلناها من اول من اول معركه النضال ديالنا نضال وطني من اجل الدفاع عن الضغط العموميه والوظيفه العموميه. اذا ما كانت سؤال او اجابه عن المرسومين فلو غادي يطفونا كاملين، حنا ما يستجيبوا، حنا بغينا استجابه موضوعيه عن المرسومين، يقولوا لنا بان هاد المرسومين شنو داروا فيهم، ويستجاوبوا الشعب المغربي دابا ماشي يجاوبونا احنا، لان القاعده التضامنيه ديالنا هي قاعده متسعه فيها جميع الاطراف، وغادي خصهم يجاوبوا هاد الاطراف بانه كاملين كيقولوا بان لا للمرسومين، هاد المرسومين خصو يتعاد النظر فيهم، وبالتالي الحكومه انها تلتزم وتعيد النظر فيهم.